تعقلون. لعلكم تعقلون. السلام عليكم ورحمة الله. أظن مفيش أحلى ولا أجمل من واحد ماشي في طريق الهداية، صح؟ طب ده إيه المرض اللي ممكن يكعبله؟ إيه الفيروس اللي ممكن يعييه؟ إيه المشكلة اللي ممكن تقابله؟ حاجة واحدة بس، عارف هي إيه؟ التردد. التردد هو الداء أو المرض أو الإشكال اللي بيقابل طريق أي واحد بيمشي في طريق الهداية. علشان كده عكس التردد إيه؟ الثبات. الثبات ده بيجي لمين؟ للي بيطلبه من رب العالمين، اللي بيرتفع بعزمته وقوته. عشان تعرف بقى إن النعمة مش إن ربنا يهديك بس، لا، النعمة إنه يهديك ويثبتك. إنما إيه الفايدة لو أنت عرفت طريق الهداية ورجعت تاني؟ ايه فايدة اللي صلى وترك الصلاة؟ ايه فايدة اللي بطل الخمر ورجع لها مرة تانية؟ ايه فايدة اللي لبست الحجاب ورجعت قلعته ورجعت لبسته؟ ايه فايدة التردد؟ شوفوا، بصوا، هقولها لكم بصريح العبارة: الهداية مش معرفتها، الهداية الثبات عليها، الاستمرار عليها. اسمع الآية دي بقى عشان تعرف الهداية بتيجي لمين. ان المسألة اختيار من ربنا للي بيطلب من ربنا، للي مش مغرور في نفسه، للي عارف انه محتاج لسيده سبحانه وتعالى، اللي محتاج ان ربنا ما يسلموش لنفسه ابدا. اسمع الايه بتقول ايه: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هو انت فاكر انك انت لما بتمشي في طريق الهدايه ده مجهودك الشخصي؟ والله ابدا مش مجهودك بس، دي توفيق ربنا ليك، دي اراده ربنا عليك، ده طلبك من ربنا ولجوءك الى ربنا. يا ريت تكون مع اللي قال عنهم: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت. ثبتنا الله اياكم. عقلك يا ابني هو رصيدك، اوعى تسلم للشيطان، اوعى تقول دي ظروف يا صاحبي، بالعكس دي كرامه انسان. استفتي عقلك بعد قلبك واسأله ايه الغلط والصح في اللي بتعمله. ده كل شيء بتبان نهايته في أوله. شوف قبل ما رجلك تخطي رايحة فين، عقلها وتوكل على اللي كرامك. ومهما تنسى ومهما تغفل ارحمك، وقول يا رب الكون إلهنا أعظمك، وقدرتك يا رب واضحة لكل عين. ده كل شيء زايل ولا في الدنيا شيء مضمون غير ربنا الواحد الأحد وأمر كن فيكون. لعلكم تعقلون.